الميناء العائم أو هذا الرصيف البحري يحمل في طياته مخاوف فلسطينية كثيرة، في إطار أن هناك خططا صهيو أمريكية متعلقة بتطبيق فصل ما بين شمال قطاع غزة وجنوب قطاع غزة، واستمرار طبعا تقديم هذه المساعدات عبر هذا الميناء لا يعتبر هو الحل الأمثل الذي يحاكي احتياجات بطبيعة الحال المواطنين في قطاع غزة. هذه المساعدات التي بدأت فعليا بالوصول عبر هذا الرصيف البحري التي قال البعض أنها لا يمكن أن تخفف من حجم ومعاناة النازحين في إطار استمرار إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح. سنبحث هذا الموضوع أكثر وينضم إلينا على الهواء مباشرة إذن من قطاع غزة السيد ناهض شحبر رئيس جمعية النقل الخاص الفلسطيني في قطاع غزة. أهلا بك سيد ناهض، صباح الخير. أهلا بك وصباح الخير والسعادة، أهلا بك فيه. نعم، يعني كما أشرنا هناك مخاوف فلسطينية فعليا كثيرة متعلقة بحيثيات وتفاصيل هذا الرصيف البحري أو هذا الميناء العائم في إطار الكثير من المعطيات التي أخذت بعين الاعتبار من جهتكم كجهة خاصة متعلقة في مجال وقطاع النقل الخاص في قطاع غزة تحت طائلة ما يتعلق بتكلفة النقل بحجم الشاحنات التي تمر عبر هذا الميناء وتفاصيل أخرى كثيرة متعلقة بهذا الميناء. أنتم كقطاع نقل خاص في قطاع غزة كيف تنظرون إلى موضوع وجود هذا الرصيف البحري؟ يعني أنا حابب أشرح لكم إيش معنى يعني إيش وضع الرصيف البحري الموجود على تقريبا متسرين، يعني قريب على الفصل اللي عاملينه بين الشمال وبين الجنوب على وادي غزة. هذا الرصيف عبارة عن رصيف عائم لا يتسع إلا لشاحنة واحدة تروح وتيجي، والشغل عليه بطيء جدا. عاملين في المنطقة الشرقية عنا اللي هو على الأرض، يعني في منطقة الشيخ عجلين، عاملين حوالي 100 دولم، عاملين يعني منطقة هيك اللي ينزلوا فيها البضاعة. اشتغلوا هم بسيارات من عندهم، أمريكان أجانب، إحنا لا نشوفهم ولا نعرف إيش كيف يعني شغلهم. بيشتغلوا في الليل، بيشتغلوا في النهار، احنا ما لا نعلم. لما بنسقولنا بنخش احنا على المنطقة هذه اللي هي مش على الرصيف، على الارض الفاضية اللي عملوها ساحة عشان نحمل منها البضائع. القصة كلها هيتها اول شيء بدأت بست شاحنات طول اليوم، وبعدين بعد ثلاث ايام كمان قالوا لنا في 20 شاحنة، والعشرين شاحنة عبارة عن 10 فلات واقل كمان، لكن احنا هم بيسموا يعني سيارة صغيرة بسموها 10 مشاطيح، 15 مشطاح بسموها سيارة، لكن هو في الواقع انه كل شغل المينا اللي اشتغلته من يوم ما فتحت لليوم لا يتعدى عن جزء 5 أو 7% من اللي كان يدخل في كرم ابو سالم كل الايام هذه. المشكلة غاب. ألو. نعم معك سيد ناهض. المشكلة غاب كمان الموقع غاب المختارينه انه هو على الحدود الشمالية الجنوبية في المنطقة اللي هم عملوها نتسرين فصلوا فيها غزة عن الجنوب، الشمال عن الجنوب. في هذه المنطقة متواجد عليها قوات الاحتلال. قوات الاحتلال اصلا بتروحش غاب الا بتنسيق، وبتجيش من غاب الا بتنسيق، وفي كثير من الاحيان بيلتغي التنسيق، نقول لك تعالوا بدنا نروح على غزة، كان بيلتغي التنسيق. ايش بده يصير في البضائع الكتلف المثلجه الخضار الفواكه اي حاجه بدها تخش غاب، في عندنا مشاكل لها اول ما لها اخر عشان تدخل غزه. فهذا الميناء انا احنا وجهه نظرنا شايفينه فقط اعلاميا عشان يقولوا انه فتحوا لغزه معبر ثاني. المعبر الاصلح منه لكن برضه ما بلبي الحاجات، فتحوا معبر عند اللي هي نقطة بتلاهير على البحر اللي هي زكيم، في منطقة زكيم فتحوا معبر بدخل في بعض الأحيان 50 شاحنة ظهر زي ما قلت لك. الشاحنة عبارة عن نص شاحنة، بيحسبوا 50 يعني عندنا 25 شاحنة في اليوم. برضو لا يلبي 10 أو 20% من اللي كان يدخل، وأقل من 10% من اللي كان يدخل من الجانب اللي هو
جانب المعبر خليفة أبو سالم أو رفح. طيب سيد ناهض، بطبيعة الحال إذا كنا نتحدث عن هذا التقليص في عدد الشاحنات، ناهيك عن طبيعة المواد الغذائية والاستهلاكية اللي يتم توريدها عبر هذا الميناء، لنتحدث عن طبيعة هذه المواد، وهل تلبي حاجة المواطن الغزي ولو بشكل جزئي في ظل عدم توفر سلع، عدم توفر سيولة في جيوب المواطنين، ناهيك فعليا عن الأسعار للأسف المرتفعة إن تواجدت هذه السلع، هل تحاكي فعليا تلك المواد حاجة المواطن الغزي الأساسية؟ بالنسبة للمواد عن الميناء وعن الرصيف البحري ومنطقة بيت لاهيا، هذول طبعا مساعدات، هذا مش للتجار. اللي بدخل للتجار هذا هو اللي بيكلف تكلفة عالية. يعني كمثال اليوم الشاحنة بتحمل من ترقوميا لحد كرم أبو سالم أو لمنطقة زكيم تاخد 15,000 شيكل. والشاحنة اللي في غزة كمان عشان تروح تجيب النقلة من اللي هو معبر كرم أبو سالم عشان توديها للمكان اللي هي بدها تروح فيه بتكلف حوالي من 5,000 ل 7,000 شيكل. ليش؟ لأنه عندنا السولر مقطوع، والسولر اليوم عندنا معروض أو بيشتريوه الناس بالجزايز، يعني زي جزازة اللتر ونص بتاعت المية، هذه بيعبوا فيها، فيش عندنا طرمبات شغالة، محطات يعني شغالين بيعبوا في اللتر ونص، كل لتر بيطلع علينا ب57 و60 شيكل. عشان هيك بصير عندنا غلاء. بس الغلاء المش مضرر في الجانب الثاني في الداخل عند اخواننا في 48 اللي بيحملوا لنا من هناك من ترقوميا لحد غزه بياخذوا 15,000 شيكل، بينما كان زمان 2500 ل 3000 شيكل كنا نجيب قبل الحرب من ترقوميا لغزه. طيب الجميع يدرك سيد ناهض انه هناك انخراط ومشاركه، بل هي يعني يد طويلة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، وممكن هاي المخاوف جدا مشروعة بالنسبة للغزيين، يأتي في إطار أيضا الطريق المحفوف بالمخاطر اللي تحاول تلك الشاحنات المرور إلو للوصول إلى هذا الميناء العائم، في إطار الحديث عن كما أشرت أنه لا تعلموا من متواجدين فيه، من يتحكم في طبيعة العمل، بالمقابل أنه عدم وجود فعليا أي تنسيق مع أي جهة متواجدة داخل قطاع غزة، وهناك استهداف مباشر طبعا كان لمحيط المنطقة، نتحدث عن حجم دمار، عن للأسف كما لوحظ وجود بعض الجثامين للشهداء المنتشرة ما زالت في تلك الطرقات المؤدية إلى الميناء العائم. نعم هذا الكلام صحيح، احنا ما فيش تنسيق، اللي هو بنسق معانا الجهات الدولية اللي هي اليون او اليوندبي او الصليب الاحمر، هذول هم اللي بتواصلوا مع الجانب الاخر سواء كان اسرائيلي او امريكاني. احنا على الارض ما فيش عندنا امن، الامن عندنا مستهدف، اي حد بامن شاحنات بيطلع فوق الشاحنة بيمشي قدامها بسيارة بيستهدفوه من الطيران المسير. فاحنا بالنسبة لنا ماشيين والله العظيم، يعني انا مش يعني مش حقدر اوصف لك كيف احنا عايشين. احنا الـ 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 البلد بدون امن ما بتسواش، يعني بصير الكل ياكل في بعض. صحيح احنا عندنا في امان، لكن من لحظه ما يدخل اللي هو المساعدات الناس محتاجه، الناس ما معذوره، يعني الناس في بعض الناس اشترت قبل كده $1,000 كيس طحين 25 كيلو. الآن أنا حكيت وبحكي السيجارة الواحدة بمية شيكل من أرض السجائر اللي بتجينا من مصر، بعدين البضايع اللي بتجينا من مصر كمان، يعني مش هالبضايع اللي إحنا يعني بلا مؤاخذة بناخدها تقريبا في بضايع تالفة توصلنا تالفة من كتر ما هي استنت على المعبر. وفي بضايع اشتروها من مصر لكن البضائع مش للاستعمال الآدمي، يعني في مشكلة عندنا من كل الجهات. احنا مش جهة واحدة بتخبط فينا، احنا مش بس اسرائيل ولا امريكا، ما كمان احنا في بعض في عندنا مشاكل كتيرة خالص. اولها ان البضائع اللي بتخش من الجانب الفلسطيني المصري كمان اغلبها فايت اوانه، حتى الادوية في ادوية وصلتنا الادوية فايت معادها، في حاجات اجتنا مساعدات لها دعوه في الكورونا، احنا ما عندناش كورونا، احنا مشكلتنا بدنا ادويه عشان نطبب جروحنا، ابعتوا لنا ادويه لها علاقه في الكورونا،
مالنا ومال الكورونا احنا؟ فنحن مصابين من كل جهات، والحمد لله رب العالمين اللي مشينا في هذه الدنيا بس رب العالمين. وصل اسعار الخضره في غزه حبه البندوره الواحده اكثر من 90 شيكل، حبه واحده، انا بحكي على حبه واحده. ليش هذا؟ من كتر ما هو ما فيش عندنا، واليوم احنا المناطق الزراعيه مستهدفه في بيت لاهيا كلها انحرطت، كلها انمزعت. ضايل شويه هنا عندنا في الجنوب، وطبعا احنا لما نودي البضاعه على الجنوب، على من الجنوب على غزه، صحيح بترخص بس بتغلى كمان في الجنوب، لانه الكميه الموجوده مش قد السوق المطلوب. واحنا تقريبا 2 مليون بني ادم بناخد بضائع وبتوصلنا بضائع عباره عن يعني بتقدر تقول 20 او 10 او 15% من المطلوب. واساسيات الاسبوع هذا الصحيح انه دخل لنا شويه فواكه من الجانب الاخر ومن الضفه الغربيه، عملوا هنا في البلد حركه وشفنا الحاجات اللي احنا لنا 7 او 8 شهور ما شفناهاش، مثل الموز والشمام والتفاح والحاجات هذه كنا محرومين منها لنا 7 8 شهور. صحيح اسعار خياليه لكن ما هي الموجود. وفي نفس الوقت احنا عايشين ومكملين، وان شاء الله ربنا بفك هالازمه على خير، نعمل وان شاء الله بيكون احنا تفكيرنا افضل من كده وحياتنا افضل من كده. نعم، اليوم لما نتحدث فعليا عن كل هذه الاضرار وهالمخاوف المتعلقه بالفلسطينيين سيد ناهض، بالمقابل بنحكي عن حجم خسائر مهول تكبده القطاع النقل الخاص في قطاع غزه في ظل استهدافات كانت مباشره لشاحنات النقل الخاص في قطاع غزه، واليوم تعملوا بامكانيات واعداد شاحنات محدده جدا، فخلينا نحكي شويه عن حجم الدمار للاسف اللي اطال قطاع نقل الشاحنات تحديدا على وجه الخصوص في قطاع غزه. يعني احنا عندنا الشاحنات في غزه بس شق اللي هم بيشتغلوا في الـ في الـ في موضوع المعابر اللي هي مش حصمه ولا علاف، هذول بيشتغلوا حوالي 350 شاحنه، معدم منهم فوق ال 170 شاحنه غاب في غزه، معدم اعدام يعني طلعت فوق دبابه ضربوها قذيفه بهدلوها. اشتغلنا احنا في الباقي الموجود هنا، الموجود يعني ضل في ايدينا واشتغلنا عليه. كمان استهدفنا من كل الناس بما فيهم احنا الشعب الفلسطيني، الان لما بتمرق شاحنه بيصير يطبشوا عليها وكانها دبابه اسرائيليه، بدهم يوقفوها وبترجالها عشان ياخذوا البضاعه عشان ياخذوا الحاجات اللي فيها. فمستهدفين من كل حاجه، من الطيران ومن البني ادمين ومن المسلمين ومن الفلسطينيين ومن من كل الدنيا مستهدفه الشاحنه. احنا المخاسر عندنا مهوله. احنا اليوم لما بدنا نعمل للشاحنه ابرهول، يعني شوفي قديش احنا بنتغلب لما بنجيب قطعه من غزه، بنعمل في 10 15 يوم عشان تيجي قطعه، يمكن لو انا موجوده اصلا متوفره او غير متوفره لو اصلا لو انا بدي يعني في وضع حالي بعملها في نص ساعه، بقعد فيها شهر عشان اصلح شاحنه او اضبط شغله صارت فيها. وكل المحلات مستهدفة وكل الكراجات مستهدفة وكل حاجة انت بتعملها انت الحلال، حتى الطاقة الشمسية بيستهدفوها اليهود. نعم. محطات التحلية اللي بتحل المية بيستهدفوها اليهود. اليوم قلنا بدون مية بتجيش على غزة مية اكثر من 15 يوم من يوم ما دخلوا اللي هي رفح. قبلها كان ينبطوا تنقيط جد زي ما حكيت لك 20% من المطلوب بدخل مية، وطبعا كل محطات المية اللي كانت في غزة استهدفوها وضربوها عشان ما يصيرش في تحلية وما يصيرش في يعني سلاسة في شرب الماء. وخذ من هنا وبيسي كل حاجة، كل حاجة احنا متضررين فيها، واولها قطاع النقل، انه احنا المشين على الارض. السولر تبعنا اليوم بنشتريه من السوق السوداء، بنشتري 57 و60 شيكل اللتر الواحد. واذا اخذناه من المؤسسات بنسرق منه في بعض الاحيان، وفي بعض السائقين ببيعه لانه بلاقي ال 20 لتر ببيعهم ب 1200 وب 1100 شيكل، فيبيعها افضل ما يشتغل بلاقي. فاحنا في عندنا مشاكل، يعني بديش اقول لك في النقل بلاوي زرقاء، وكمان احنا واحنا ماشيين في ناس، انا بدي ابعث لك هذه صوره لسياره على الواتساب لما دخلت غزه، شوف الناس اللي راكبين على الشاحنه بتشوفيش الشاحنه، بتشوفي بني ادمين ولحن. طب كيف السائق بده يمشي؟ في بعض الاحيان بيطلع فوق الناس السائق غصب عنه، بطخوا عليه اليهود وهو بيمشي
هو الناس هجم عليه واليهود من وراه والناس من قدامه وتعود وتفرج يعني. نعم. في ناس كتير ماتت عشان كيس الطحين. نعم. وفي ناس كتير ماتت لقت طحين على الأرض وصرت تلمه برمله وما بلبش الحالة الحاجة، لكن حصل هذا الكلام. فالنجل عنا اتبهدل كتير كتير كتير، وإحنا في كل حاجة لقيتها متضايقين. نعم. حتى الشاحنات سيد ناهض استهلكت. نعم سيد ناهض، إذا كنا نتحدث عن نوعا ما فترة زمنية طويلة أيضا للأسف عم بيحتاجها هذا الممر المائي، وبطبيعة الحال تحدثت عن رزمة من التساؤلات اللي ما زالت قائمة في ظل عدم وجود هناك اتصال أو آليات أو أي من التنسيق، عدم معرفتكم بالأشخاص المتواجدين هناك، كمية الشاحنات اللي عم تدخل لا توازي عدد كمية الشاحنات اللي كانت تمر عبر معبر رفح وكرم أبو سالم قبل إغلاقه، ما نتحدث عن يوم 11 على توالي لإغلاق هذين المعبرين، والجميع يدرك تماما أنه لا استحالة لوجود أي قرار إسرائيلي والضغط أمريكي متعلق بإعادة فتح تلك المعابر. اليوم هون يكمن التساؤل، هناك مخاوف فعليا من ما هو أبعد من الذرائع الإنسانية اللي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية وحجم المهول في تكلفة تنفيذ هذا الميناء العائم. بطبيعة الحال شو مخاوفكم كقطاع نقل خاص في قطاع غزة وككل فلسطيني متعلق بأطماع تنفيذ خطط استراتيجية أمريكية إسرائيلية من خلال فصل حقيقي لشمال قطاع غزة عن جنوبه؟ والله احنا بالنسبة لنا الميناء العائم هذا لهم اكتر من 6 شهور او 4 شهور قاعدين بيشتغلوا فيه، واحنا شايفينه هو لو بدهم يشتغلوه اشتغلوه في يومين او في 3 ايام بيعملوه، لانه هذا رصيف عائم يعني شغلات بيفتحوها على المية ولحالة هي بتعوم عامة مش مثبتة في الأرض. نعم. والمشكلة اللي عملوها واللي أخذوا الإعلام واللي حكوا على المينة هذه، المينة هذه لا تلبي أي حاجة، يعني مش يعني مينة بالمعنى المفهوم إنه هذه مينة، لا هذه شغلة يعني جايبين باخرة هو بيحكوا فيها إنها 3000 طن. على الكلام هذا اللي بيشتغلوا فيه بدها 3 أشهر لما تنزل أو شهرين. طب عشان ايش هذا الكلام؟ انتوا هم فتحوا المينا هذه في لحظه ما فكروا المعابر في كرم ابو سالم ومعبر رفح، عشان يقولوا للعالم ان احنا مش مسكرين على الناس هذول وهي بياكلوا وبيشربوا، ومش صحيح الكلام. واحنا بالنسبه لنا متضايقين كتير وقصرت فينا حاجات كتير، واصلا كرم ابو سالم ما كانش يلبي المطلوب، احنا كان يدخل عندنا في اليوم العادي اللي احنا ما مش مطلوب فيه كتير شاحنات، كان يمرض عندنا أكثر من 600 شاحنة في اليوم الضعيف اللي ما فيش شغل فيه بالمرة، كان يدخل 400، وإحنا كنا نسميه هذا اليوم متريح يعني السوق مليان ومش عطشان، لكن لما كان السوق عطشان كنا ندخل 1000 شاحنة في اليوم بما فيهم حصمة هذول الشاحنات، مش بس أكل وشرب، لا إحنا بنحكي على إجمالي الشاحنات اللي كانت تدخل لغزة في الذروة كان يوصل لألف شاحنة لتسعمية شاحنة. اليوم بمرق 200 بس أكل، وفي حاجات كتير لازمانا غير الأكل. إحنا كمان شعب يعني إحنا معروفين إنه شعب مش متسول، إحنا مش حابين إنه ناخد من الناس معونات وكل الشعب يروح ياخد معونات، لا إحنا بدنا نشتغل وننتج وناكل من عرضنا ومن فاسنا، مش بدنا ناكل من بلا مؤاخذة حاجات الضاعة بتجينا فاسدة وخربانة وملهاش أساس وبعدين تفسد لأنه فيش عنا لا ثلاجات ولا اسم كهرباء عندنا هالجيت، احنا محرومين من الكهرباء 8 شهور. يعني اي شغله بدك تستعمليها على الكهرباء في عندك مشكله، واي شغله بدك تعمليها بدك تجيب المولد اللي عندك الكهرباء بده سولار، والسولار ما فيش، واذا موجود غالي جدا، وكل شغلات كل حياتنا صعبه صارت، كل حياتنا ولا بشيء. تعبيت الميه في الدار بدك تعمل قصه عشان تعبي ميه للدار، تجيب ميه حلوه اليوم عشان المعبر مسكر انت بدك تسافر سفريات طويله وعريضه عشان تجيب تشرب ميه انت وعيالك. فعندنا الصعوبات إلها اول من اخر، واحنا فيش عندنا ثقه لا في الاسرائيليين ولا في الامريكان، اثنين بحربونا كيف نثق فيهم في مينا زي هذه؟ والمينا العائم بقول لك لو بدهم يشتغلوها اشتغلوها في يوم التاني والتاني، واذا بدها اسرائيل إذا بدها إسرائيل بتدخل البضاعة اليوم بدخلوا 1000 شاحنة في يوم واحد من الجميع حتى من أبو سالم بلاش تمرق من هنا، ما مرقونا قبل هيك مرقوا 3 أو 4 شاحنات قالوا بدنا نفتح إيرز لما ضغطت عليهم أمريكا، أنت عارفة كيف فتحوا إيرز؟ فتحوهاش،
أخذوا منا 3 شاحنات أو 4 شاحنات عينات من أبو سالم ومشوهم في الجانب الإسرائيلي من بعد السلك، يعني من السلك وجوه في الجانب الإسرائيلي، أخذوا هوياتهم واخذوا جوالاتهم ومشوهم لحدود الحدود لما اجوا على ايريز ودخلوهم من غير. الان التصوير والاعلام والحاجات هذه بتفكر انه فتحوا ايريز ودخلوهم، هم الصحيح دخلوهم من ابو سالم ومشوا لحدود الحدود. فهذا يعني الشغل الاعلام هذا مش شغلنا احنا، احنا على الواقع تعبانين خالص. لكن في الاعلام اللي بسمع بفكر اسرائيل، امبارح المندوبه تبعتهم في المحكمه العدل الدوليه بتقول دخلت امبارح الاربعه 350 شاحنه. الله اكبر، يمكن ال 350 شاحنه ما دخلوش اكثر من 30 يوم، ما دخلوش 350 شاحنه في يوم. هي بتقول يوم الاربعه دخلنا 350 شاحنه، فهذه عادتهم واحنا نعرف هذا الكلام وش نسوي. نعم. بين الله. نعم سيد ناهد، أكيد في الحديث في هذا الموضوع يطول لكن الوقت داهمنا. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وكان الله بعونكم رفع الغمة عنكم. شكرا جزيلا سيد ناهد شحيب، الرئيس جمعية النقل الخاص الفلسطيني في قطاع غزة. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الصباح.